المميزين اللي نقلونا لحالة مميزة من الثقافة والعطاقة والجمال بأصواتهم ميس ووائل. يعني سؤالي لكم بجوز بشكل عام، اليوم لما نسمع هاي الأصوات الأصيلة محملة يعني بطرب أصيل يعني متخبى ومتجدد وعم نسمعها ونستمتع، وكمان يعني عم تفتح هيك آفاق على التاريخ وعلى الأصالة وعلى الثقافة، مع مقارنة بالموجود حاليا، يعني الجيل اليوم متجه للراب وللتراب والمهرجانات والموسيقى يعني المتنوعة والإيقاع السريع، قديش بتشوف يعني هاي المقارنة ممكن تكون موجودة مقارنة. أو لا؟ فيش مقارنة، هو نوع جديد طلع أنا مبسوط بيه، فيش أي مشاكل، لكن هو مفيش مقارنة، مفيش فن أصلا يعني مش هو ده الفن يعني، قاعدين بنقول تراث بالظبط وبنموت في التراث وبندور على التراث ونقول تراب وراب وبتاع، دي حاجة تانية خالص، دي حاجة كويسة وناجحة وأنا بحبها، أنا بحب ويجز جدا بحبه، حسن شاكوش لطيف هو بيحبني وبيحب أغانيها بس بيطلع يغنيها ما بيقولش إن دي أغاني وقال فاشني وأنا زعلان منه. بتقيم هذا المشهد اليوم؟ بقيمه ان بقى فيه استهتار زاد عن اللزوم بس طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا في مصر معالي وزاره الثقافه الحمد لله بتعمل مهرجانات مليانه مصر، فنانين بجد اللي ليهم حق ان هم يغنوا، انا بشكر معالي وزاره الثقافه ان هي بتعمل كل اللي هي بتعمله ده، يعني هي بجد جبهه قويه بنحارب، يعني كل انسان فنان هو ليه يعني بيحب مصر وبيحب الفن في مصر فهو واقف على ارض ثابته مع معالي الوزيره، وبقول لك بتعمل حاجات فوق الخيال.